متابعه لاهم عناوين الصحف بتكون معانا يوميا من خلال فقره الصحافه، والنهارده معانا في استوديو الاستاذ الصحفي محمد طلعت الهواري، صحفي المصري اليوم. صباح الخير. صباح الخير يا شريف. هو انا صعب يومين دول بستصعب اقول صباح الخير. الحقيقه طبعا يعني هي مش سلبيه، لا بس هي واقعيه. لا ان شاء الله يبقى خير باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب نبتدي على طول العناوين. نبتدي بمصر اليوم. تمام، من مصر اليوم من الصفحه الاولى: الببلاوي يغسل يديه من دماء ماسبيرو. شروق صفحه 1: مصير شرف على مكتب طنطاوي. الشروق الصفحة الأولى: مصر تشيع ضحايا ماسبيرو بنشيد بلادي بلادي. من اليوم السابع صفحة 2: قانون العبادة الموحد، هل ينقذ مصر من نار الفتنة الطائفية؟ المصري اليوم الصفحة الأولى: 7 سنوات سجنا لرئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بسبب بيع الغاز لروسيا بأسعار متدنية. من المصري اليوم صفحة 1: الحكومة تنتهي من تعديل قانون الغدر وتغييره إلى إفساد الحياة السياسية، وعطية إقراره خلال أيام. المصري اليوم الصفحة الثالثة: اتحاد الثورة يقاطع الانتخابات و25 حزبا تهدد بالانسحاب من التحالف. من الأهرام صفحة 1: اليوم بدء تلقي أوراق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى. الشروق الصفحة الثالثة: بوساطة مصرية قام بها اللواء مراد موافي، اتفقت حماس وإسرائيل على إطلاق سراح جلعاد شليط مقابل 1000 أسير فلسطيني. من أول المواقف الواضحة اللي اتخذت على مستوى سياسي هي موقف الببلاوي، وزي ما شفنا التايتل: ببلاوي يغسل دماؤه من ماء ماسبيرو. يديه من دماء ماسبيرو. يعني في البداية لازم نتقدم خالص العزاء لكل شهداء مصر في أحداث ماسبيرو، وإحنا أمام أول موقف أو أول استقالة مسببة في تاريخ الحياة السياسية في مصر، تقدم بها دكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء عن يعني اعتراضا واحتجاجا على طريقة معالجة الحكومة لأزمة أو لأحداث ماسبيرو. الأحداث زي ما احنا شايفين، الدكتور الببلاوي استقال، ولكن يبدو أن المجلس العسكري قرر أنه يستمر في منصبه. كان في تصريحات للدكتور عصام شرف أمس بعد إعلان الاستقالة على طول أنه الوزير مستمر في منصبه لحين إيجاد بديل، ولكن النهاردة مع صباح اليوم كان في كلام آخر أن المجلس العسكري قال له أن أنت لازم تستمر في منصبك. وهو الراجل قال الحقيقة يعني أن استقالته ليس سببها أي شيء يتعلق بالاقتصاد أو بالسياسة أو تدهور الحالة الاقتصادية، بالعكس يعني من واقع خبراء كثيرين جدا تحدثوا أمس، ومن ضمنهم كمان دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن أن هذا الرجل استطاع أن يقدم أداء اقتصاديا عالي المستوى جدا في الفترة الماضية، ولكن هو أكد أن استقالته كان السبب هو إدارة أحداث ماسبيرو. من ناحية تانية احنا شايفين برضو كان في كلام امبارح ان الدكتور عصام شرف تقدم باستقالته واستقالة حكومته ووضعها امام المجلس العسكري، وتم نفي هذا الامر بعد ذلك. هي كانت شائعة ولا خبر تم تسريبه؟ والله يعني هقول لك على حاجه الشريف، اليومين دول انا بطالب ب يعني ضبط واحضار 2-1 ومجموعه، الواحد ده اللي هو بيقول لك والمجموعه اللي هم بيقولوا. تمام، ان من ساعه من بدايه احداث الثوره حتى كنا دايما نسمع بيقول لك ده حصل كذا 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 كذا، بيقولوا ان في مش عارف بلطجيه فين بيعملوا ايه، الموضوع بيقول لك وبيقولوا ده الحقيقه كلنا بنساهم فيه من غير ما ناخد بالنا. وبعدين بس اصبح اداء صحفي يعني محترم شديد لكل ده بقى اداء رسمي كمان بالظبط، يعني ما ينفعش يبقى بيقول لك وبيقولوا دوت خبر مطبوع ومنشور، لازم الخبر يتم التحقق. احنا سنت حاجه درسناها في اولى دي بقى المهنيه، يعني دي المهنيه اللي احنا بنفتقدها الحقيقه في اللي حصل. وبعدين بمناسبه ان احنا بنتكلم على المهنيه وبنتكلم على اداء اعلامي، يبقى لازم نتكلم على شويه امور واجب ان احنا نتكلم فيها. انا امبارح الحقيقه صعقت جدا وانا بتفرج على التلفزيون المصري، فلقيت احد البرامج بيخصص حلقه بيتكلم فيها على الاداء اللي كانت بتقوم به بعض الفضائيات في احداث ماسبيرو ودورها في اثاره الفتنه. وده الحقيقه شيء انا استغربت له جدا، يعني لان احنا مش بن يعني مش خلينا نقول ايه، لازم نكون صراحه شويه. احنا في حاله من حالات الانسحاب من امام شاشات تلفزيوننا الرسمي واللجوء الى قنوات اخرى اللي هي بتتهاجم بعد كده وبتقول ان هي اللي بتثير وهي وهي وهي. اعتقد ان لو كان في اداء مهني راقي وعلى اعلى مستوى وانه لا يليق بتلفزيون مصر، تلفزيون مصر اللي هو كان صاحب الرياده على طول الخط منذ الستينات، ان هو يقدم هذا الاداء، فلا يصح ابدا انه يعني ابسط ما فيها. انا شفت احداث 24 ساعه يوم احداث ماسبيرو، وكان في مداخله مع راعي كنيسه القديس ميخائيل في الظاهر، والمذيع بيسال القس على الهواء مباشره وبيقول له تقول ايه النهارده لاسر شهداء القوات المسلحه اللي ماتوا في الاحداث.
ايوه طب ده بناء على ايه يعني؟ ما احنا طبعا احنا بنكن كل الاحترام والتقدير لكل شهدائنا، ولكن ايه ده يعني؟ الناس في 24 شهيد واحنا بنتكلم على طرف على حساب طرف اخر. هل هي انعدام المعلومات ام التسرع ام عدم المهنيه التسرع ام المعالجه الغلط التسرع ام الاراء الشخصيه يعني التسرع وعدم المهنيه والاراء الشخصيه للمذيعين؟ الحقيقه ان احنا من اول ما الاحداث حصلت، يعني حتى الشريط الاخبار اللي طلع ان متظاهرين اقباط اطلقوا الرصاص على القوات المسلحه وتسببوا في كذا وكذا وكذا وكذا، لكن من واضح يعني لما الناس ابتدت تهدى وابتدينا نسمع كل الاطراف اللي كانت موجوده انه كان في اطلاق نار. احنا بنتكلم ان الجيش ما كانش معاه رصاص حي، طب اطلاق النار جه منين؟ يبقى في حد اطلق النار واطلق النار على الاثنين اساسا ولا اي حاجه اتعملت؟ فاحنا اطلق النار على الاثنين، اطلق النار على الجيش واطلق النار على المتظاهرين. اذا كان هذا هو الكلام يجب تقديم معلومات وافيه وتحقيقات واضحه جدا، ويتم تقديم الناس الى العداله، والعداله الناجزه مش العداله العرجاء اللي احنا شايفينها في الفتره الاخيره. واتاكد تمام من المعلومات وبعد كده ابدا اتكلم. لكن يعني لما يكون في واحد متظاهر سلمي ماشي في مظاهره ومره واحده يلاقي على يمينه او على يساره واحد خد رصاصه في دماغه وقع مات، طب هو الحل هو المقاطعه ولا الحل هو الايه يعني؟ الحل في القصه دي ايه؟ الحل هو العوده الى المهنيه مره اخرى، وانه يتم اصلاح الامور من الداخل، وان كل واحد في مكانه يجب ان يكون يعني يتولى منبر للاصلاح في مكانه. احنا مش بنطالب يعني، احنا قمنا بثوره فلازم تكون هذه الثوره قد وصلت الى كل مؤسسات الدوله، ولكن يبدو ان الثوره لم تصل الى العديد من مؤسسات الدوله من ضمنها الاعلام. طب كل العناصر اللي اثبتت ان هي كانت على ما كانتش على قد المستوى المطلوب في هذه الاحداث، يعني هل يمر الموضوع مرور الكرامه؟ لازم يكون في محاسبه واعاده نظر في تقييم اداء المهني، ولازم يكون في تقييم دوري، ولازم يتم اللجوء الى خبراء مستقلين ما عندهمش اي مصالح. بي بي سي انت عارف ان في ريبورتس شهريه؟ طبعا لازم، طبعا مفيش حد يقدر يقعد على الهوا على خصوصا في موضوع الاخبار، ما يقدرش يقعد على الهوا من شهر لشهر، مش هقول لك من شهر لشهر، الا لو كان الريبورت الشهري بتاعه عدى، ولو لازم. في اي حاجه قد كده ده لازم يطلع من على الشاشه بالنسبه له، يطلع على الشاشه دي جريمه، عقاب يعني. انا مواطن مصري بدفع ضرائب علشان اشوف تلفزيون بلدي ده على اعلى مستوى، فلما انا اهرب، لما ندفع فلوس في حاجه واهرب منها عشان اروح على حاجه تانية بحثا عن المهنيه، يبقى احنا بنتكلم في ازمه ولازم يتم النظر ليها بسرعه. لازم في حل مصير شرف على مكتب طنطاوي، ده يرجع برضو لموضوع الشائعات واتكلمنا فيه. انه يبدو ان كان في انباء زي ما قلنا انه الدكتور عصام شرف تقدم باستقالته واستقالت حكومته، ولكن تم نفي هذه الانباء عن طريق السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء. وإن كان مسألة يعني إقالة حكومة عصام شرف أصبح مطلب الآن، كنا نتحدث عن إقالة اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، لو كان تمت إقالته بعد أدائه السيء جدا الحقيقة في هذه الأزمة وفي أزمات أخرى تتعلق حتى بالنوبيين، كنا لن نصل إلى ما وصلنا إليه في أحداث مسبيرو. عندي سؤال دلوقتي، حكومة الدكتور عصام شرف جاءت بعد حكومة أحمد شفيق، نعم. تمام، وفي الحالتين ويمكن وكانت جاية بتهليل وبدعم واضح، لأن هي كانت اعتقال أن هي حكومة الثورة ومن راح ميدان التحرير وكذا، وكان برضو في نفس اليوم لما نزل التحرير قال أنا لو لقيتوني أن أنا مش على قد المستوى هنزل ومش هكمل. طيب فشل أو يعني الحكم بالفشل على حكومتين متتاليتين بعد الثورة، هي دي بقى غلطة مين؟ هي الحقيقه مش مساله غلطه مين، ولكن خلينا نتكلم ما هي الكوادر اللي موجوده في مصر. هي مصر ما فيش عندها كوادر تقدر انها تقود او تدير هذه المرحله الانتقاليه الصعبه جدا اللي احنا بنمر بيها. اعتقد ان مصر عندنا كوادر كتير جدا، ولكن لما بنقيم الاداء لازم ابحث عن كل حكومه بيكون ليها اولويات واضحه جدا وبحاسبها بجدول زمني. ما ينفعش النهارده شريف ان انا اجي اقول ازاي ان انا هظبط ايقاع الاقتصاد المصري واسكت، لا ده انا لازم اقول ان انا هتاخد مجموعه من الاجراءات تساهم في كذا، وسابدا بواحد. الجمله الشهيره هي الجدول الزمني والمطالب. بس لازم يكون في جدول، لازم يكون في جدول زمني. النهارده حكومه الدكتور عصام شرف كان يجب ان يكون على راس اولوياتها هو الامن، وامن الوطن وامن المواطن، ولكن يبدو ان ذلك لا يتحقق بشكل كبير جدا على ارض الواقع. الجزء الثاني يتعلق بضبط الاسعار، ويبدو ان ذلك لا يتحقق على ارض الواقع، بالاضافه الى مجموعه من الازمات المتلاحقه اللي احنا شفناها، وشفنا الاداء السياسي بتاع الحكومه كان عامل ازاي. لحد النهارده احنا ما زلنا لا ناخذ يعني هي مش فكره اشخاص، لان حتى لو كان الاشخاص متميزين وجديرين بمناصبهم، هي اداء الإدارة. واداره للحكومه نفسها زي الشركه يعني. وخلينا نوصل لنقطه تانية. أيوة. وهذا الكلام يثار بشده في الفتره الاخيره ويجب ان يكون واضح للجميع، هو
هل الدكتور عصام شرف يمتلك حقا اتخاذ القرار وانه يستطيع اتخاذ قرار ام ان الامر كله يرجع في النهايه الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ من هو الذي بيتأمن اول يوم؟ من هو الذي يدير البلاد ومن هو القوات التنفيذيه التي تدير البلاد؟ وهل لديه الصلاحيات؟ ارجو ان لم تكن لديه الصلاحيات ان يكون لديه الصلاحيات، وارجو ان كان هناك قصور ما ان يتم تغيير الحكومه. كان ظهر في كذا موقف، في موقف دكتور يحيى جمل وموقف التعديلات الدستور، يعني في كذا موقف كان نفس الكومنت او كان نفس التعليق بالضبط. يعني لا لا يعني لازم يحسب مساله الصلاحيات دي علشان نتكلم. وحتى احنا شايفين غير دعوات، في دعوات لإقالة محافظ أسوان، في دعوات لإقالة حكومة شرف، وفي دعوات لإقالة حتى وزير الإعلام من ضمن الإقالات اللي مطلوبة. تشييع ضحايا باسبيرو تم على مراحل، وكان في مرحلة يعني جزء من هذه التشييع بالليل في ميدان التحرير على حسب وصية مينا. يعني تكلمنا أكثر عن هذه. يعني الحقيقة أنا 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 ساكن في ميدان الظاهر، فهو بالقرب من المستشفى القبطي، ويعني شفت المسيرة مشيت فيها لفترة بسيطة، ولكن كان واضح جدا انه الناس تعلم جيدا ان هناك قصور ما، وانها حاله احتقان عامه لا تتعلق بالاقباط فقط. الاقباط لديهم حقوق، وايضا الشعب المصري كله له حقوق يبدو انها لم تتحقق في الفتره الاخيره، وان اداء المجلس الاعلى للقوات المسلحه واداء حكومه شرف ليس اداء ثوريا ولا يتعامل بنفس سرعه وتيره الثوره. واخشى ما اخشى ان الامور الان لم تعد هي خطوط او خطوات لاجهاض الثوره، ولكنها خطوط لإجهاض الدولة نفسها، وده أخطر ما يمكن. ولكن بحالة التضامن اللي أنا شفتها في هذه المسيرة وفي هذه الجنازة، أقدر أقول أن هذا لن يحدث، وأن الخط الدفاع الأخير عن هذه الدولة وعن الثورة المصرية هو الشعب المصري نفسه، وده كان واضح جدا في المسيرة. والخبر اللي بعده هو يعني المفروض يكون الرد، يعني احنا مش هنقعد نتكلم تاني ونقول لازم قانون العبادة ولازم قانون. بقى انا 4 اشهر نفس الكلام. وده جزء من المسألة. الموضوع اكبر بكتير، في سياق اجتماعي، في سياق فكري، في سياق ثقافي، يجب مراجعة النظر في هذا كله واتخاذ قرارات فاعلة، ولازم تكون العدالة ناجزة مش عدالة عرجاء يا جماعة. يعني حمام الكموني اللي ارتكب مجزرة في 2009 أعدم امبارح، فأعتقد أن الأمور بتبقى واضحة. التاريخ كان يعني هو كان شوية. كان يتقال أنه هيعدم في هذا اليوم، ولكن تمام. في كل أحوال تأخر كثيرا. هل ينقذ مصر من نار الفتنة الطائفية قانون العبادة الموحد؟ ده سؤال يمكن السؤال ده طرحته جريدة اليوم السابع ولجأت إلى بعض النشطاء الأقباط وتحدثت في هذا الأمر. لا شك أن قانون دور العبادة الموحد سوف يكون له عامل كبير، ولكن هناك أمور أخرى يجب أن يعاد النظر فيها. يعني وقع الأمر أن احنا على أرض مصر احنا نعيش فيه، مش هنتكلم بقى في مصطلحات زي الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية والكلام ده، لا، المسألة أكبر بكتير جدا. مصر ليست فيها هذه الفتنة، هناك عنف يحدث من أشخاص ومعروفين وتيارات معروفة للغاية، يجب أن يعاد النظر في علاقة الدولة بهذه الأشخاص وإنجاز العدالة والقانون على الجميع. طيب احنا معنا تليفون مشاركة في الفقرة من الأستاذ المحامي نجاد البرعي، المحامي والناشط بحقوق الإنسان. صباح الخير يا فندم. ألو، صباح الخير يا فندم، حضرتك على الهواء. صباح النور. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك أستاذ محمد طلعت الهواري، موجود مع رفقة الصحافة، وحضرتك كان حابب يكون ليك مداخلة أو مشاركة معنا. تفضل. ألو، تفضل. أستاذ نجاد أهلا بحضرتك. طبعا احنا يعني في ضوء الأحداث اللي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، كنا بنتحدث عن تقييم أداء حكومة الدكتور عصام شرف، وهل هذا الأداء أداء ثوري؟ احنا امام مجموعه من الازمات وشايفين ازاي الحكومه بتتعامل معاها، وعندنا قصور في علاج هذه الازمات، وكنا عايزين نعرف راي حضرتك في هذا الامر. يعني طبعا انا بس عايز اقول لك انه من اللحظه الاولى ورايي انا كان شخصيا انه هذه افشل حكومه ممكن مصر تشهدها. وده مبني اصلا على التاريخ السياسي للدكتور عصام شرف. الدكتور عصام شرف كل ما نعرفه عنه انه كان وزير نقل، وكان وزير نقل خرج مقالا في حادثه، وكان أداؤه أثناء في الفترة القصيرة طلع في وزارة النقل متدني للغاية في الحقيقة. وبالتالي وأغلب أعضاء هذه الحكومة يعني إمكانياتهم ضعيفة ورؤيتهم التكنوقراطية يعني كموظفين حتى واهتمامهم بالمجالات اللي بيشتغلوا فيها. يعني أنت جايب وزير عدل بقاله 25 سنة لا يعرف شيء عن العدل، جايب وزير تضامن هو أصلا كان ينفع وزير اقتصاد، مع نص وزارتك ممكن عندك مثلا بعض الوزراء كانوا منخرطين في عمل تزوير.